يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف وانصرافهم للحساب هي شفاعة للمسلمين أم للمسلمين والكفار؟ شفاعة لأهل الموقف، شفاعة لأهل الموقف، لكن الموقف إن يكون يسيرا على المؤمنين، إنما يكون عسره ومشقته على الكفار، وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم، فعسره، أما المؤمنون فإنهم لا يجدون مشقة في ذلك. نعم.